أدع من ثلاث نقاط هي قادمة للأهلي. أذكر أن الأهلي مباراة القادمة أمام الهلال يوم الأحد القادم في الرياض، وأن مباراة القادمة للوحدة سوف تكون بإذن الله تعالى في يوم الخميس في مباراة أو في يوم الأربعاء أيضا، يوم الأربعاء عفوا 10 نوفمبر أمام الوحدة أمام التعاون. هنا خطيرة كامل مر، ممكن رصاصة رحمة تأتي بالدول. الله يا الراقي، وعادت النغمة ويزينها من نغمة، نغمات الفوز بهدف ثالث تأتي كرصاصة رحمة تنهي الأمور في الشرايع بثلاثية هلاوية بثلاثية.